الجزائر الواحدة يوم واحدة يوم واحد يوم واحد طبعا الدعاية الانتخابية يعني انت مثلا احنا بس ليه حد عمل نكاية دوت وراح جاي شايل الشعارات دينية نكاية فيه مش متحس بنفسه ورفعوا شعارات دينية على ان هم تبع الحزب ده حصل يعني انا اقول لحضرتك طبعا الحاجات دي حصلت ولذلك احنا بنقول ان كل حزب مسؤول عن كل شعار يرفع باسمه اذا لقاه مش تبعه يشيل مهمته حضرتك ولذلك تسجيل الشعارات وتثبيت الشعارات مهم جدا يعني مثلا لو قلنا شعار الاسلام والحل مثلا يعني شعار ثابت فده معروف مين اللي هيعمل شعار الاسلام والحل ويجيبه ما خلاص ما انتهى الموضوع فلا بد من يكون فيه شعارات ثابته والشعارات الثابته دي مهمه جدا على اساس ان انت ما فيش واحد يزور عليك ويعمل لك شعار بغير ما انت عامل يعني وخلي بال حضرتك ان الدعايه الدينيه دي اصلها دعايه مطاطه كلمه مطاطه بمعنى ان واحد هيكتب وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله المؤمنين هتقول له ايه ده يعني دول انت رافع شعار ديني مش رافع شعار ديني لان ده سلوك الامه كلها فايه هو شعار يعني موضوع ما هوش مش موضوع له ايه له اطار محدد بكلمات محدده واسلوب محدد ما لوش يعني انا عايز اعمل سقطه في الحزب المعين انا مش تبع الحزب البلطجيه مثلا تروح ترافع شعار على انه تابع الحزب دوت علشان لو في شعار ديني اترفع او باتجاه معين بيسقطوا الانتخاب او في ضرر بيحصل عليه يروح يعمل محضر في اللجنه طب ليه ما يتمش مثلا اثبات الشعارات اللي هتتم تبع الاحزاب وتبقى مسجله بحيث لو اي شعار ده اقتراح للجنه الانتخابات بقى معقول ايوه انا بقول اقتراح